انا بكره مش جاي لوحدي، انا جاي ومعايا خطيبتي. يوم سبتي بس ما اظنش ان ده كريم. عروسه انما ايه، كانت هتبقى خدامه تحت رجليك. ماما يا حبيبتي انا مش عايز خدام، نجيب لك شغاله. هو ده حماك؟ ده انا ما عنديش بلوزه دانتيل. حضرتك هتعمل ايه؟ ده انا ما بصتهاش من الدخله، هو فاتك ليه كده؟ حماتك بتشتغل ايه بالظبط؟ ثيرابيست. هو انت مش قلت يا ابني انهم مسلمين زينا؟ البيت دي لا شبهنا ولا طلبنا، شفت لبسها؟ انا مش عايزه ابني يتجوزها. ديدا ازيك؟ هاي عامله ايه؟ عامل ايه يا سيف؟ السيف ده متربي مع ديدا من وهو صغير. هو في حد في المكان ده متربي؟ بس جامد هو اصله. اتفرج عليا ده هتأمك. طلعي الموزه اللي جواك. مين القطه اللي مع مراتك دي؟ مراتي يا فندم. وقول لنا هو عمل ايه لمرات حضرتك؟ عمل كده كده عيان، ده عيلتنا كلها. بص حضرتك انا كده